انا باكل. سامية علي دكتور بتسألك عن السكر برضه، كل ما اعمل ريجيم باخد الدواء يعني السكر بيهبط عندها ل 60، ولما بتاخد الدواء بيجي لها رعشه تمام، وهتاخد حاجه حلوه السكر بيطلع تاني، مش عارفه تسيطر عليه يعني برضه. هل مريض السكر بيجي لك يا دكتور؟ طبعا طبعا، اهم حاجه مريض السكر ومريض القلب ومريض الضغط، ان دول مش بس بيخسوا، هو لما بيخس اصلا بيرمي روشته الدكتور وبنقلل فيها وبيبقى صحته احسن. طبعا واضح من ساميه ان هي مش مظبطه اكلها، فعدم انتظام جرعه الدواء مع الاكل بلاكله هو اللي بيعمل عندها القبوط والانخفاض. ايه السناكس الحلوه لمريض السكر؟ اللي يعني ايه اللي نقدر نقول له خد، برافو عليكي، وبس اضمن ان لا هي على سكر ولا هيجوع. تمام، لازم تكون حتى لو بنختار فاكهه بنختار الفاكهه اللي هي ما بتعليش السكر في الدم بسرعه، زي الجوافه مثلا، زي البرتقال عشان كله الياف، زي التفاح، الكيوي، والكيوي كل ده ما بيعليش السكر في الدم بسرعه، دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه اللي هو لازم بياكل كل 3 ساعات وبننظم جرعه الدواء معاه. السناكس لازم ممكن تبقى حاجه بروتين، ممكن يبقى حفنه لوز مثلا 5 6 لوزات، لا انا ممكن بس يبقى نص انا الوقفه عندي الجوافه حلوه، معلقتين جوافه وبرتقال حمص شام، جوافه وبرتقال وحمص وفول. شام وفول، ممكن يبقى معلقتين فول بيشبع بطيء الحرق، كل ده بطيء وعدس. انت عارفه انا عملت العدس بقى؟ لا تحفه. ايه بقى؟ عدس اصفر. لا بجد ما عملت عدس تحفه، ده انا مش بصدقه بس عادي. انا لما احب اطبخ ما تاخدش اكل، انا عارفه انك بتطبخي ما تحسيش انك بتطبخي اصلا، ولا ياخدش وقت ولا يبقى طعمه ولا شكله. لا 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 لا، توم وبصل وجزر. لا 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 لا، انا ما عنديش الكلام ده. العدس الاصفر حطيته في حله وحطيت عليه ميه وكيوبز اللي هي الخضروات دي 2، وحطيت معاه عودين كرفس، حطيته يغلي على النار غلوه، والتانيه رحت قافله ومغطيه جامد جدا، بعد اقل من 5 دقايق ارفعي وكلي، وما ضربتوش بقى في الخلاط. فكانت ايه الميزه؟ انك بتشبعي، بياخد وقت في الهضم فبيخليكي ما تجوعيش. يعني ممكن يبقى فطار طماطم؟ لا لا لا، انا ما عنديش فطار. ده فطار لطيف وعشاء برضه، فطار وغدا وعشاء رائع. انت حطيتيه قد ايه على البوتاج؟ يعني قعدت تاكلي فيه قد ايه؟ بالظبط 5 دقايق. لا انت طبعا ما عندكيش وقت، قعدتيه ده الوجبه الرئيسيه بتاعتك صبح وطول النهار. هو ده الموجود، هو ده الموجود. طب ما رفع الراحه الحمد لله. طبعا اكيد الحمد لله، لازم تجي لنا هنا في حلقه من الحلقات.